إذن مشاهدينا لمناقشة اتهامات العبادي لميليشيات الحشد معنا من بغداد هاتفيا دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بكم دكتور قحطان. ما مغزى توقيت هجوم العبادي على زعماء ميليشيات الحشد؟ حياك الله أخي العزيز وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حياك الله. بالتأكيد هذا الذي صنعناه نحن كنا قد حذرنا منه وقلنا أن الآلية خطأ وبالتالي ما بني على خطأ فهو خطأ. فأساسا وجود عبادي في هذا المنصب الذي شغله خطأ، والترتيبات التي عملت فيها بعض الفصائل المسلحة تسمى الحشد كان فيها خطأ كثير. والآن أتوقع أن ثمة خلل أو ثمة تخوف لدى الجميع، بات يهدد الجميع، فباتت الأمور تتكشف فيما بينهم، وكأنما يرمي كل منهم باللائمة على الآخر لكي ينجو مما قد يأتي في قادم الأيام. إذن هي عملية تصفية حسابات وهي عملية إدانة متبادلة، وبالنهاية هي دالة على أن الذي حصل في تلك الفترة الزمنية سواء الحكومة أو البرلمان أو الحشد أو سواء كله كان خطأ في خطأ في خطأ. ولكن ألا يلام العبادي؟ يعني هل علم العبادي الآن بفساد الميليشيات وزعاماتها؟ لماذا لم يتطرق لفساد هذه الميليشيات عندما كان المسؤول العسكري والمدني الأول في الدولة؟ لأنه جزء من الخطأ أساسا، ولأن وجد عبادي أو مالكي أو سواء في هذه المناصب العليا للأسف العراقية لم يأتي لكي يخدم بالتأكيد، بل جاء لكي تترتب آلية معينة من قوى خارجية، والذي حصل كان رغم عنه وهو جزء من الخطأ، وكما قلت لك أن مجيئه خطأ والآلية عملت فيها الحشد خطأ. لذلك الآن الحشد بدأ يستشعر في خطر، بدأت بعض الفصائل تتناحر فيما بينها، بدأت بعض الفصائل تتقاطع فيما بينها، بدأت الاتهامات تكيل بعض للبعض. إذن نحن أمام حالة جديدة، هي حالة أن فاعلية هذه القوى لم تكن على الناس بالصورة الصحيحة، لذلك أتوقع أنهم باتوا يذهبون باتجاه رمي الاتهامات فيما بينهم، وكأن الطرف الثاني ضمن العملية السياسية والذي أخطأ. ولكن حقيقية هي كما قلنا أن العملية برمتها كان خطأ، والآن أصبح هناك يداهم الجميع، ذلك باتت الأمور تنفلت من أيديهم وبدأت الاتجاهات تأخذ منحة متقاطع أكثر ماذا أكثر. هل هذا الهجوم من العبادي له علاقة بالتوترات في المنطقة بين أمريكا وإيران؟ وهل سيتبع العبادي من يحدد موقفه بين أمريكا وإيران؟ بالتأكيد له علاقة، يعني حقيقة لا يمكن تنكر. عبادي قد أزيح من منصبه وهو يعلم جدا قبل أن حتى تتم الانتخابات، خبروا أحد الأطراف الفاعلة في العملية السياسية ذات العلاقة القوية جدا مع إيران نسبيا، قال له أنك لن تتكرر لدورة قادمة، وهو أيقن هذه الحالة جدا. هذه بالتأكيد المنافع الشخصية هي التي تدفع الأمور إلى التقاطعات. عندما كان في صدارة المشهد السياسي عبادي كان قد سكت كثيرا ودلس كثيرا وسخر الأمور بما تهوى الطرف الآخر، ولكن الآن عندما انفلت الأمور من يده وأخرج خارج العملية السياسية ولم يكن له من الآن فصاعدا أي مكانة مستقبلية كما هو الحال لمالكي أو لجعفري أو لسوى، انتهت أواخم ذلك، بدأوا يكشف أحدهم سوءات الآخر، وبالتالي أتوقع مزيد من التقاطعات والتناحرات فيما بينهم. هل بدأت المعركة بين الميليشيات وفرق الموت والاغتيال أو سلطة الحكومة إن شئت أن نسميها في العراق؟ نعم أنا أتوقع هناك خلاف، ولكن أتوقع هم قد أدركوا أن المشكلة الأساسية هي مع الأطراف التي تتوافق إلى حد معين مع الرؤية الذاهبة باتجاه تقليص الحشد، بمعنى أن الذي يذهب باتجاه تقليص حجم الحشد من المسؤولين طبعا في الحكومة العراقية هو سيكون الهدف الأساس إلى الحشد باعتبار جزء من الصلاح. هذا واحد. اثنين، القوى التي تتوافق مع أمريكا بشكل أو بآخر أبدا ستكون هي الأهداف الأساسية مع الحشد. أنا أتوقع أن الأطراف التي
الشيعية الشيعية أو التي كانت بسلطة، التقاطع يبدأ من حيث الذي ترك المنصب، بمعنى أن عبادي هو الذي يبدأ التقاطعات وليس الحشد، ولكن الحشد مع الأطراف التي تتقاطع مع وجود الحشد قد تبدأ هذه المجاميع الحشد في التقاطع معها عمليا وميدانيا. إذا احنا في كل الحالات نتوقع كمراقبين أن ثمة حراك تقاطعات كثيرة، هناك تصفية حسابات، وهناك قتل واقتتال بيني كبير هو الذي نحذر عنه، لأن نخشى على عموم أهالينا وأبناؤنا من المناطق الجنوبية ما يسمى بالقين. أنا أضرأ إلى الله من هذه المسميات التي أدمت قلوبنا وأدمت إسلام ما يسمى بالعموم الشيعة، قد يكون هم الهدف الأساس عندما يقرر بهم من هذه الجهة وتلك الجهة، وبالتالي هم يكونون من حطب للمعركة القادمة التي تحصل ثمارها أما أمريكا وأما إيران. شكرا جزيلا لك من بغداد دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية.